بداية قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من بريطانيا، حيث كتبت صحيفة The Times أن الحرب الأوكرانية والظروف المناخية الاستثنائية أدت إلى ارتفاع صاروخي في أسعار الحبوب على المستوى العالمي، مما حث ببعض كبار المنتجين والمصدرين إلى السعي لكسب أرباح قياسية حتى عن طريق الاحتكار والمضاربة. وفي ألمانيا كتبت يومية ديفيلت أن برلين تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول قصيرة الأجل لضمان أمنها الطاقي، وهو ما حفز زيارة المستشار أولاف شولتز إلى كندا قصد البحث في كيفية تصدير الغاز المسال والهيدروجين من أوتاوا، وذلك في سياق المخاوف من نقص إمدادات الطاقة على المدى القصير والمتوسط. صحيفة الجورنال الإيطالية اهتمت بتراجع سعر صرف اليورو إلى أدنى مستوياته خلال عقدين مقابل الدولار الأمريكي، وبالموازاة مع تراجع البورصات الأوروبية بعدما أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة المخاوف من ركود في خضم أزمة موارد الطاقة. ونقرأ على صحيفة لوموند الفرنسية أن تلسكوب جيمس ويب، أكبر وأقوى تلسكوب فضائي في العالم، التقط صورا مذهلة لكوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، والتي تظهر تفاصيل الشفق القطبي والعواصف الهائلة والأقمار والحلقات المحيطة بهذا الكوكب.